نتكلم عن دور المرأة ومكانتها بالتفصيل فضيلة الشيخ، وكمان ألمانيا من الدول اللي يمكن حققت نموذج يحتذى به في الحقيقة في موضوع المواطنة، بالذات طبعا مع الضيوف من دول أخرى. لكن في الأول خلوني أرجع الأول لفضيلة الشيخ خاطر، بصبح لحضرتك وبرحب بيك في صباح الخير يا مصر. ويمكن من المحاور المهمة يعني في اللي هنناقشها المؤتمر هو التسامح الديني، فحابة أعرف من حضرتك إزاي نرسخ مفهوم التسامح في المجتمعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الفاعل، كما أشكر زملائي في هذا البرنامج ضيوف البرنامج. حقيقة نحن في حاجة كبيرة جدا للتسامح في جميع الأمور، وخاصة الأمر الديني. الأمر الديني الشعوب كلها متدينة مهما كان، سواء كانت تتدين بالإسلام أو بغير الإسلام، فطبيعة الإنسان هو التدين، وهذا الدين هو أساسا ينبغي أن يكون رابط للإنسانية ككل، أنه يتخاطب مع الإنسان كإنسان، ويتخاطب مع الكون كله كمخلوق لله سبحانه وتعالى. والإنسان وجد في هذا الكون لكي يكون رحمة للآخرين، ويكون رحمة للكون كله، وليس يكون هو مصدر شقاء للكون. وعليه ففي هذه الحالة نجد الدين هو كرابط بالنسبة للبشرية وبالنسبة للإنسانية وبالنسبة للكون كله، يكون رابطا، لأنه يعني يمشي يعني يذهب المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ليسير عليه، لكي يكون الكون كله منسجم، وهو يؤدي الواجب ويؤدي الرسالة التي ينبغي أن يكون عليها. فإذا هذه الحالة تجعل الأمر الدين هو لابد من أن يكون عامل وحدة وعامل توفيق. لكن للأسف طبعا هناك في فهم يعني في فهم بالنسبة لنصوص الدين في فهم يعني مغلوط، فربما يكون مغلوط بالفعل. ومن أجل ذلك صار الدين هو مصدر شقاء ومصدر تفريق بالنسبة للأمة. لأجل هذا لابد من الرجوع إلى أصل الدين ومعرفة الدين، وما المطلوب مننا نحن كبشر، مطلوب مننا في هذا الكون، وهو الذي الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون واستعمرنا فيه. فإذا نحن عندنا رسالة إنسانية، رسالة بشرية، رسالة لابد من أن نؤديها لهذا الكون، لكي أن نكون يعني مصدر سعادة، مصدر أمن، مصدر استقرار، مصدر تعمير بالنسبة لهذا الكون كله. فهذا هو الشيء المطلوب، والتسامح الديني كون يعني التسامح بين الآخرين، لأن يعني كل إنسان يشعر بهذا التدين. إذن الدين ينبغي أن يكون هناك في قواسم مشتركة بين الناس كلهم، بين البشرية كلها، هناك قواسم مشتركة ينبغي أن ينبني عليها الدين، وهو الذي يدلنا عليه على هذه القواسم. ومن أجل ذلك نكون مرتبطين فيما بعضنا مع بعض.